انا نشيط حمزة عدنان في تنسيقية الدار البيضاء 20 فبراير. تعرضنا اليوم لواحد الهجمة شرسة من طرف القوات القمعية امام قبة البرلمان. احنا منظمين وقفة احتجاجية على الميزانية المخصصة للقصر، وفي المحاولة ديالنا للاحتجاج بدأت القوات القمعية كتفرق وكتعصي المناضلين والنشطاء، وانا حاله ديال الضرب وديال التنكيل من طرف القوات القمعيه، واللي في اثناء محاوله التفريق ضرباتنا بالزراوط ديالها وبالجميع الاشياء اللي عندها في ايديها. وجا واحد رجل ديال الامن ضربني هنا النيفي بالمينوط ديالو، فاش بغى يفرق واحد المجموعة ديال النشطاء كيردوا مجموعة ديال الشعارات كتندد بالميزانية المخصصة للقصر.